مشوار طويل يعني، على قد ما سنك صغير يا احمد يعني مشوار يعني طبعاً. طويل. بص انا بحب ابتدي مع ضيوفي من البدايه. اكيد انت طبعا ازمه كورونا جت، كان في اولمبياد 2020 وبعد كده توقف الموضوع، انت كنت في امريكا، احكي لي القصه دي مشيت ازاي. انا اتخرجت في 2019 صيف 2019 من جامعه ساوث كارولينا، وبعدين رحت جامعه نورث كارولينا عشان المدرب بتاعي كان نقل الجامعه اللي هناك، فروحت معاه الجامعه هناك. كنت بدفع فلوس طبعا عشان الجامعه دي جديده، فلازم ادفع فلوس عشان اتمرن هناك. فنقلت الجامعه، بدات اتمرن شهر 6 2000 في سنه 2019. وبعد كده جيت كنت بتتمرن عشان التاهيل لتاهل الاولمبياد. مظبوط، كان في بطوله عالم في كوريا شهر 7 2019. فانا جيت مصر هنا، عمت مع كابتن شريف حبيب مدربي، عمت بالظبط تقريبا شهر وشاركت في بطولة عالم. انا الفترة دي كان عندي امتحانات طبعا، مش حضرتك عارف التخرج، فكنت مركز اكتر في الامتحانات. اكيد طبعا. فرحت الحمد لله وشاركت في بطولة عالم وطلعت من احسن 20 سباحة على العالم ما شاء الله. فدي في الظروف دي كانت حاجة كويسة قوي ان انا ما كنتش بتمرن العشر وحدات بتوعي. وبعدين رجعت من بطولة عالم، كان عندنا دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، اتمرنت حوالي شهر ونص كمان وشاركت في دورة الألعاب الأفريقية. شاركت في سباقات 800 و 1500 متر حرة، فزت بالسباقين الحمد لله، و 400 متر حرة طلعت المركز الثالث ما شاء الله، وحققت المركز الأول برضه في تتابع 4 في 200 حرة. وبعدين بعد دورة الألعاب الأفريقية أنا سافرت أمريكا تاني يوم 15/9/2019 تمام، على إن أنا أستعد لدورة الألعاب الأفريقية. كنت هتروح على نورث كارولينا اللي هي الجامعة اللي أنت اتنقلت لها مع مدربك القديم. مظبوط. ورحت بالفعل. تمام. وكنت بتمرن وكل حاجة كويسة، وشاركت في بطولة في شهر 12، وشاركت آخر بطولة شاركت فيها كانت شهر 3 قبل التوقف بتاع كورونا، وكان ناقص لي اقل من ثانيه على رقم التاهيل المباشر لطوكيو. بس فبعد ما شاركت في البطوله وكسبت ال 800 متر حره، حققت 7 دقائق و55 ثانيه، ورقم التاهيل كان 7 دقائق 54 ثانيه. قربت جدا، كان اقل من ثانيه بالظبط. وبعدين حصل موضوع توقف كورونا والدنيا كلها قفلت هناك، وانا كنت على بكلم والدتي على طول طبعا، وباخد رايها وباخد راي كابتن شريف حبيب مدربي. فاتفقنا ان انا احسن لي ان انا ارجع مصر دلوقتي، عشان الدنيا في امريكا كانت لسه كانت في الاول، بس الدنيا كانت بتزيد يعني، كانت تشل تماما طبعا. فكنا كلمنا مهندس ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه ودكتور اشرف صبحي ان هم يحاولوا يرجعونا انا وكذا سباح تاني كان عايش في امريكا، والحمد لله ربنا كرمنا وعرفوا يرجعونا على طياره واشنطن، كان يوم 1 ابريل 2020. خليني بقى يعني نروح بقى يعني لرحله عودتك طبعا من واشنطن، لان طبعا احنا نقسمها على فترتين. أكيد. بس خلينا نعرف ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نستكمل حوارنا مع سباح مصر الاولمبي احمد اكرم.